البلد اللي دخل في نزاع مع نيجيريا بخصوص شبه جزيرة باكاس. إمر معتز، معتز المادي في محاولة ليبية، يلعب كورة ولكن تقدم الدفاع. الفرصة في رواندا، محاولة منتخب الارديسي كرة. الثنائي القوي في كونغو الديمقراطية. عبد الله بلعم يمرر باتجاه شادي السهلة، شادي يرفع كورة براسية في الشبكة، جول 1-0 1-0 عن طريق الجول يا دور. معتز معتز شبكتهم تهتز، الجول يا دور من أجل فتح طريق العبور للفرسان. 1-0 بداية ولا في الأحلام يا عزو. أسبقية ليبية بضربة راسية محكمة، هذه لعبة كورة اختفت عزو في شبكة اليوبار في شباك الأردي، ما سجلناش. كنترول من عزو ولكن في لبس باليد. في منتخب اليمبيز بالقوة، قوة البدنية وأيضا فنيا لديه هجوم. محاولة الكونغو التاكتي من حامد، حامد يبعد كورة، تدخل من منصور، منصور يسترجع كورة تعود ليبيا. كورة داخل منطقة راسية، محاولة أولى للار دي سي تيبس وحلية، كورة يقتبي تمريرة غلطة من فكرون. فكرون ضربة ثانية لليوبار، منتخب يبقى خطير. هذه تسديدة إلى ضربة مرمى الار دي سي وضربة مرمى لصالح منتخب ليبيا. هذا هو منتخب جمهور 24 يبنكو، يرفع كورة تبعد من المهدي، يصرخ على اللاعبين خطأ. أتمنى تلعب باتجاه المرمى، خطيرة إلى ضربة مرمى، ضربة ليبية. يعزو الثاني، يعزو 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 الثاني، يعزو الثاني، عزو يضيع الثاني. هذه محاولة يفكر في التسديد، كرة خطيرة تتحول للركنة. انطلاقة سريعة يزيد من السرعة عرضية عند أزاجا، أزاجا ينطلق يمرر مساسيل 1-2 خطير، مساسيل برا العبر، كرة تصوب عند أزاجا. المتخصص في الكرة الثابتة يرفع كورة تبعد من أزاجا بالقبة، يتدخل عند عزو، عزو 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 خسرها والحكم يحتسب خطأ. معها دائما في الكرة الثابتة، هذه محاولة خطيرة تخدم فكرون. ترجع لها بمحاولة ليبية، سلمي معتز، معتز يرجع كورة، شاد يلعب كورة عند الحارس. ترفع كورة من جنب اللاعب، مساسي راسية لخارج الملعب، كرة تلعب تنتهي لخارج الملعب إلى ضربة مرمى. أيام من بنزا، كرة تبعد بتغطية في المرة الأولى، مرة ثانية مفكرون. طلحة يحاول مرور، طلحة طلحة تبقى الكرة معاه، طلحة يثبت كرة إلى الركن، مرة كرة معتز باتجاه شادي، شادي سدد كرة ربيع لبرا. ليليبو يتقدم، ليليبو يلعب كرة عرضية ركنية لصالح منتخبهم، يعني الفرص أصبحت ضئيلة. كرة من شادي في منطقتكم، محاولة ليبية يتاك كرة، كرة ترفع في منطقنا تمر، تنتهي مكابانجو. هذه كرة تصوب عند عزاجا، عزاجا يلعب كرة عرضية الشادي، متابع من جانب لاعب منتخب الكونغ. محاولة من ليليبو، ليليبو 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 والتغطية من عبد الله الشريف. طلحة 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 مسألت إمكانية ثانية والكرة تضيع. بلعم في خمسينات القرن الماضي لعب في بلجيكا مع ستاندارد ليج، كرة عند عزاجا. تم تقسيم هذا البلد لبريطانيا ولفرنسا، كرة ترفع في منطقنا مع عزاجا بسهولة تامة. برومانيجا كارل هاينز رومانيجا الكونغو، رومانيجا مهام ومحاولة لليليبو لوسولو والكرة تنتهي سهلة عند عزاجا. بودابوس يسدد ضربة مرمى للكونغو. إبينغو إبينغو سدد وعزاجا لمسها عزاجا عند أحمد عزاجا. نلعب في آخر بس قدم ليبي مستمرة، هذه كورة في منطقنا التغطية موجودة. تلعب من سيتا باتجاه شاباني، خروج عساقة من على نقطة، عساقة
يطير لمنتخب الكونغو. اخر كره تسويب هدف التعادل، هدف التعادل. حرام حرام التعادل هذا، حرام. المصاصي غلطه في بعاد الكره من مهدي وقذيفه قويه. خسرنا التعادل والسيناريو اكواتوريال يعود من جديد. اليوم الكره تعاقبنا مره ثانيه في تصويبه من اخر المنطقه. اخطا الهوني في ابعاد الكره جزئيه بسيطه تعادلنا المباراه. حرام والله، كان ممكن فرحه، كان ممكن انتصار. اخر كره الغالبه، تعادل مرير جدا.